هل احنا بقى لنا سنين طويله بنتكلم على ان التعليم محتاجين ان احنا نهتم بيه ونرعاه بشكل كويس، وده صحيح. اي مشروع تطلبوه ان احنا نشتغل فيه سهل. ليه؟ هو طرف واحد. يعني لما تيجي نقول عايزين نعمل مبنى زي ده هنعمله، مش هيبقى فيه تحديات في تنفيذه الا انك انت يعني الابرات الخاصه بيه تعملها. اما في التعليم ده موضوع تفاعلي بيننا وبين المجتمع، بيننا وبين الراي العام. وبعدين بيننا وبين الراي العام يبقى لازم الراي العام يبقى متقبل وعلى الاقل مستعد انه ان احنا المسار اللي احنا هنتحرك فيه يوافقنا على عليه، ثم كمان يساعدنا. مش هنقدر يعني ان احنا نقول ان احنا نستطيع ان احنا ننجح في القضيه ديت بمفردنا، لانها مش قضيه منفصله عن المجتمع المصري، عن الشعب المصري. 23 مليون دول يعني معناهم 23 مليون اسره، ممكن يكون في طفلين او ثلاثه من اسره واحده، لكن على الاقل كلهم احنا بنتكلم في ملايين الاسر. لو ملايين الاسر وده اول تحدي. اول تحدي، هل احنا كمجتمع، هو الكلام اللي انا اتكلمت فيه قبل كده، مستعدين ل، مش هقول مجابهه التحدي ده، لكن مستعدين للتعاون لانجاح التجربه؟ طب انتم مصدقين ان احنا درسنا كويس وبذلنا جهد كبير جدا سواء على المستوى المحلي او على المستوى العالمي عشان نوصل لمسار لاصلاح التعليم بشكل كويس؟ انا حاولت وانا بتكلم معاكم في النقطه دي تكون يعني ما فيش استراتيجيات بتكلم فيها، ما فيش كلام يعني انا اسف يعني مركب كده صعب ان الناس كلها تعرفه. القضيه ان مش التابلت هينجح او مش هينجح. التابلت ده عنصر بسيط جدا من عناصر الـ يعني التطوير ان شئت ان انتم تسموه، لكن ده موضوع متكامل على بعضه. فيا ترى مجتمعنا مستعد؟ طب لو مستعد هيتعاون معانا عشان ينجحنا؟ ما احنا لوحدنا كدوله ما ننجحش. لو كان كلنا هنقول احنا خايفين على اولادنا وبناتنا وخوفكم مشروع، ولازم تكونوا عارفين ان هم اولادكم وبناتكم وكمان اولادنا. يعني احنا مش معقول هنضيع نعمل تطوير عشان نضيع الناس. فالموضوع اتدرس كويس قوي واتحطت له مسار كويس قوي عشان تشوفوا نتائج ليه حقيقيه. ما نقدرش نقول انت راضي، يعني في من ضمن السؤال بيقول لي انت راضي عن الموضوع. احنا لسه عملنا حاجه، يعني لسه ما عملناش حاجه، لسه يبان التعليم بالذات بيبان اثاره بعد سنين طويله، على الاقل لما نخلص 12 سنه، سته في التعليم الابتدائي وثلاثه اعدادي وثلاثه ثانوي كده، مش قبل ده، عقبال ما نشوف النتائج اللي احنا بنتمناها. لكن هل ما نحن فيه من مسار حالي، المسار الجديد اللي احنا بنعمله هيبقى افضل ولا اقل؟ بالمطلق كده لا افضل طبعا، لان اللي احنا فيه صعب قوي، صعب قوي.